رأيت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أثناء الصلاة، وبذلك أقول اللهم صل على سيدنا محمد. نحن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وليست في السجود. السجود إنما يقال لسبحان ربي الأعلى، وإذا بدعة في السجود ويكثر من الدعاء. قوله صلى الله عليه وسلم أن السجود أكثر هي من الدعاء، وقال من أن يستجاب لكم. السجود محل تسبيح لله سبحانه وتعالى، يعني يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا واجب في السجود مرة واحدة وما زاد عليها في السنة، وأيضا يدعو الله عز وجل بما تيسر له من الأدعية. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمحلها في التشهد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.